إسرائيل صعدت من ضرباتها الصاروخية باتجاه البنى التحتية العسكرية لحزب الله اللبناني مستغلة التباطؤ الإيراني في الانتقام لإسماعيل هنية، وهذا التصعيد تطور بشكل كبير في 48 ساعة الماضية وبشكل غير مسبوق. وفي الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كانت هنالك العديد من الضربات المكثفة باتجاه العديد من النقاط الاستراتيجية لحزب الله اللبناني، كما تحدثت وكالة رويترز وكذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية بنفسها. وكانت الضربات واللحظات الأولى لهذه الضربات جاءت بهذه الطريقة، هذا أحد مستودعات الأسلحة كما نلاحظ من طبيعة الشظايا هنا بأننا أمام أسلحة واضحة جدا من النقطة التي ضربت ومن اشتعال النار كذلك. هنالك لقطات أخرى أيضا كما نلاحظ من طبيعة هذه الضربة كبيرة للغاية طبعا في بعلبك تحديدا إلى الجنوب من بعلبك، وهذه نفس النقطة وهي تصور من الطائرة الإسرائيلية وعندما تستهدف نفس الشظايا كما نلاحظ، وكذلك نقاط أخرى أيضا قد ضربت، نقطتين تقريبا هي التي ضربت مع استهداف هذا المستودع للأسلحة الذي نتحدث عنه، وهذه صورة أخرى لطبيعة هذه الضربة من زاوية أخرى. وكذلك أننا في 48 ساعة الماضية كانت هنالك أيضا ضربة بنفس المنطقة قريبة منها إلى الغرب من النبي شيت إلى جنوب بعلبك، كانت أيضا عبارة عن عدد من المخازن للأسلحة الاستراتيجية لحزب الله اللبناني ضربت بهذه الطريقة، وهذا مستودع آخر أيضا كان قد ضرب بهذا الشكل، حملة مكثفة كبيرة للغاية من قبل إسرائيل باتجاه بعلبك الاستراتيجية للغاية. وإذا ما حاولنا التعرف على طبيعة هذه المنطقة التي استهدفت سنلاحظ بأننا أمام طريق واضح أمامنا هنا، وكذلك نقطة مبنية هنا كما نلاحظ، هذه النقطة المبنية مساحة مفتوحة زراعية، وكذلك هنا نقطة مبنية أخرى، وهذا هو المستودع الذي يأتي وسط الطريق، كذلك المستودع الآخر الذي كان قد استهدف بجانب هذا المستودع أو في نفس الوقت الذي استهدف فيه. تلاحظ بأننا أمام طريقين وبعض الآثار أيضا على الأرض التي ستكون مفيدة عن طبيعة هذا المستودع الذي ضرب هنا، وكذلك نقطة أخرى من المستودعات التي ضربت في 48 ساعة الماضية. تلاحظ بأننا أمام هذا المبنى أو المستودع هنا، تلاحظ بأننا أمام طريقين، وكذلك الصورة أوضح لهذه المباني من الأرض التقطت لطبيعة النقطة التي استهدفت، هذا هو المستودع الذي ضرب. تلاحظ بأننا أمام 1، 2، 3، 4 ومخزن يأتي فيه هذا القرميد باللون الأحمر المميز، وهذا مبنى آخر كما نلاحظ. وبالتالي كل هذه العلامات ستكون مفيدة بأخذ نظرة شاملة لطبيعة هذه الضربات الإسرائيلية وكيف جاءت هذه هي لبنان، ونتجه تماما إلى البقاع، وسنرى في البقاع هنا بهذه النقطة تحديدا هذه هي بعلبك، وإلى الجنوب من بعلبك تقريبا على مسافة 15 كيلومترا تأتي منطقة النبي شيت. النبي شيت هي المنطقة التي استهدفت فيها هذه المستودعات بهذا الشكل المكثف صباح هذا اليوم، على سبيل المثال المستودع الذي ظهر في البداية والذي كان قد أحدث انفجارا كبيرا للغاية، هذا هو بالضبط المستودع. إذا اتجهنا إلى الشمال قليلا سترى بأن الصورة متطابقة مع القمر الصناعي كما لاحظنا قبل قليل، وهذا هو طبعا نفس الخطوط ونفس العلامات التي كانت ظاهرة لنا، وهذا هو الطريق والمستودع وطبعا النقاط الزراعية أو الأرض الزراعية، وأيضا المستودع الآخر ستلاحظ بأنه ليس بعيدا تقريبا إلى الجنوب من هذا المستودع، هذه هي نفس النقطة ونفس المنطقة التي كانت قد ضربتها إسرائيل، أيضا هو نفس الطريق، وتلاحظ أيضا هذه هي الإشارات على الأرض، وبالتالي هذا هو المستودع الذي كانت قد استهدفته إسرائيل وتتواجد فيه أسلحة لحزب الله اللبناني. وكذلك 48 ساعة الماضية شهدت أيضا ضربة باتجاه هذا المستودع الأخير الذي تحدثنا عنه والذي ظهرت فيه المباني بهذا الشكل، المبنى الأول والثاني والثالث والرابع والمستودع بالسقف أيضا الذي هو في القرميد طبعا، وهذا هو المبنى الآخر، وهذه نفس الطرق، وبالتالي هذا هو المستودع أيضا الخاص بحزب الله اللبناني الذي رصدته إسرائيل وضربته بهذه الطريقة، مع المستودع الكبير الآخر أو المصنع الاستراتيجي أو المستودع الاستراتيجي للصواريخ لحزب الله اللبناني الذي ضرب مع هذه المستودعات أيضا، كان هذا هو المستودع. بالتالي بهذا الشكل وبتحديد هذه المواقع نلاحظ بأننا أمام عدد من المستودعات الكبيرة، و
نلاحظ هذه هي منطقة النبشيت، مستودع هنا وهنا وهنا، وكذلك المستودع الآخر الرابع الذي تحدثنا عنه، وعدد من المستودعات الأخرى الموجودة التي تعتبر مستودعات صاروخية بالدرجة الأساس لحزب الله اللبناني. وأغلب هذه المستودعات تعتبر مهمة واستراتيجية ولوجستية للغاية، خاصة وأنها أغلب هذه الأسلحة عادة تأتي من سوريا على سبيل المثال، هي تأتي مباشرة عبر الفصائل المسلحة المقربة من إيران أو من إيران لكي تصل إلى هذه النقاط الاستراتيجية، وبعدها تنقل إلى الجنوب اللبناني ليستفيد منها حزب الله اللبناني في طبيعة مواجهاته المستقبلية طبعا. وهذا طبعا هذه من المواقع التي واضح جدا أن الجيش الإسرائيلي أو الطائرات الإسرائيلية قامت بتنفيذ غارة كبيرة باتجاهها، وأحققت أو أحدثت كل هذا الدمار الكبير الذي نراه طبعا أمامنا. وبالتالي المسألة ليست بالمسألة العادية أبدا من خلال هذه الضربات التي نراها بهذا الشكل. كذلك أن إسرائيل استمرت أيضا ليس فقط في توجيه هذه الضربات على المستودعات لا أبدا، بل في عمليات الاغتيال في صيدا، صدق أو لا تصدق، اليوم أيضا كان هنالك استهدافا كبيرا باتجاه مخيم عين الحلوة هنا في هذه النقطة، كانت هنالك سيارة لأحد القياديين الفلسطينيين في صيدا تحديدا، وكان قد ضرب بهذه الطريقة من الطائرات الإسرائيلية كما نلاحظ من الطائرات المسيرة الإسرائيلية. هذه هي نفس المنطقة واللحظات الأولى لعملية الاستهداف، واتضح أن من قتل بهذه الضربة هو كان خليل المقدح، وهو أحد القياديين في حركة فتح في الجناح العسكري لكتائب شهداء الأقصى، هو الذي قتل بهذه الضربة، ونشرت له عدد من الصور مع المسلحين طبعا من كتائب شهداء الأقصى تحديدا في لبنان. وكذلك أيضا في الظهيرة كانت هنالك ضربة أدت إلى مقتل العديد من عناصر حزب الله اللبناني، 5 تقريبا هم الذين قتلوا، ونشر حزب الله اللبناني صورهم جراء هذه الضربات الإسرائيلية. بالتالي نحن نلاحظ هنا تغير جذري واستراتيجي في طبيعة الضربات. هذا هو النهر الليطاني، وهذه هي طبعا لبنان، والضربات التي نراها هنا توضح أن إسرائيل تركزت وتركز في طبيعة ضرباتها وطبيعة هجماتها الآن على ما هو خلف النهر الليطاني. هم يحلقون بشكل مكثف على خلف أو شمال النهر الليطاني، ويستمرون ويحققون ضربات كبيرة باتجاه هذه المنطقة بأكملها، وكأنهم ينقلون الحرب ضد حزب الله اللبناني في هذه المنطقة، ويكثفون الضغط في هذه المنطقة على ترسانة الصاروخية على عناصر حزب الله قدر الإمكان، مع إضعاف حزب الله طبعا وطريقة والضربات التي جاءت على البنى التحتية لحزب الله في الجنوب من المدفعية. المدفعية تستخدم بشكل متزايد ومتصاعد طبعا من قبل إسرائيل، ومثل هذه الضربات التي نراها هنا باتجاه شمال النهر الليطاني وحتى باستهداف القيادات مثلا في صيدا على سبيل المثال، هو يعطي فكرة كبيرة بأن إسرائيل تهيئ إلى شيء خطير بما هو قادم باتجاه حزب الله على المستوى البري للتقدم على الجنوب، لأن هذه القوات ضربت الكثير من بناها التحتية، الطاقة الكهربائية، كذلك على مستوى المياه وغيرها لم يعد هنالك الكثير كما كان حزب الله اللبناني على سبيل المثال عندما بدأ التصعيد في 7 و8 من أكتوبر. بالتالي واضح جدا أن إسرائيل تعد لشيء في هذه المنطقة، والأمر أساسا واضح من خلال التصريحات القادمة من قبل من؟ من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت الذي قال اليوم الآتي: مركز الثقل ينتقل من الجنوب إلى الشمال. وكذلك أضاف حول هذه الضربات: مهاجمة مستودعات الذخيرة في لبنان هي استعداد لأي شيء قد يحدث. وكذلك زار أيضا مقر الفرقة 36 جعاش بهذه الطريقة، واطلع في الشمال في مقر هذه القيادة والفرقة المهمة تحديدا، كان قد اطلع على العديد من الخطط والعمليات العسكرية والترتيبات التي يحضر لها أو تحضر لها إسرائيل للعديد من السيناريوهات القادمة. وتبدو إسرائيل تصعد بهذا الشكل الهائل في ظل مسألة مهمة قد تطورت أيضا بالنسبة لإسرائيل، هي القطع الحربية العسكرية الكبيرة الأمريكية والأوروبية والغربية التي الآن أصبحت منتشرة في منطقة الشرق الأوسط. لاحظ على سبيل المثال هنا
ستلاحظ نحن أمام العديد من القطع، هنا قطع أخرى، ترى بأننا أمام مدمرات وحاملات للطائرات موجودة في كل مكان. وتلاحظ هنا أن الوحيدة التي تعتبر بعيدة نوعا ما هي إبراهام لينكولن، هذه حاملة الطائرات العملاقة، لكنها شيئا فشيئا تقترب من منطقة العمليات وتحاول أن تتواجد في هذه المنطقة. بالتالي الواضح أن إسرائيل ترى أن الخارطة محصنة، الولايات المتحدة موجودة بقوة، أي هجوم من إيران سيكون مكلفا للغاية، إيران تؤجل كثيرا من هذه المعركة، سوريا كذلك لا تريد الانخراط بهذه المعركة، كما نقلت الول ستريت جورنال عن شخص مطلع عن طلب من سوريا لإيران بأننا لا نريد الدخول بهذه المعركة. شيئا فشيئا قطاع غزة الوضع العسكري يتغير فيها، بالتالي هم يحاولون الآن استغلال هذه المسألة للبدء بمعركة جديدة ضد حزب الله اللبناني، كما هو واضح من هذا التصعيد من هذه الضربات. حزب الله طبعا لم يسكت على هذه الضربات، بل إن حزب الله رد على كل ما يجري وقام باستخدام وأطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الجليل الأعلى وباتجاه مرتفعات الجولان. نلاحظ العديد من صافرات الإنذار والإنذارات الموجودة لدى الإسرائيليين، بل إن هذه الصواريخ أصابت عددا من النقاط في حقيقة الأمر، كما نلاحظ هنا هذه واحدة من النقاط التي ضربت، وهذه نقطة أخرى قد ضربت، العديد من النقاط، حتى أن حزب الله اللبناني أصدر بيانات أكد من خلالها بأن الحزب تمكن من ضرب نقاط عسكرية بشكل مباشر، وأدت هذه الضربات إلى إصابات ليست بالعادية بين الجنود الإسرائيليين، وبالتالي المواجهة تتصاعد بشكل غير مسبوق وغير متوقع، رغم أن إيران لم تنفذ هجومها، وكذلك حزب الله اللبناني لم ينفذ انتقامه لفؤاد شكري حتى هذه اللحظة.